أبنائي أبناء الصف الرابع. اليوم يا حلوين رح نتعلم كيفية قياس زاوية ورسمها. طبعاً يا مس، بداية قبل ما نرسم زاوية بدنا نتعرف على هاي الأداة الرائعة يلي معانا واسمها المنقلة. المنقلة يا أبطالي الرائعين تقسم إلى درجات، تمام يا مس؟ تقسم المنقلة إلى درجات. شايفين هاي يا مس الأرقام الموجودة هون؟ كل واحدة منهم بسميها درجة. يعني يا أبطال هون عندي الدرجة 170، وعندي الدرجة 160، وعندي 150 كمان درجة. بدي أعرف كمان يا أبطال إنه المنقلة تحتوي على تدريجين، تدريج في الأعلى وهو هاد، وتدريج بالأسفل وهو هذا التدريج. طبعا يا مس من هون المنقلة بتبلش من الصفر إلى 180، وأيضا تبدأ من هنا من الصفر إلى 180. شوفوا كيف على فكرة التدريج عكس بعض، انتبهوا إنه هون بتبلش من الصفر إلى 180، وهنا من هون بتبلش من الصفر إلى 180. طبعا يا مس هذا تدريج وهذا أيضا تدريج، تمام يا مس؟ إذا المنقلة تحتوي على تدريجان، تدريج في الأعلى وتدريج في الأسفل، وكل عدد من هدول الأعداد بسميه درجة. شو بسميه؟ درجة. وهاي كاملة يا مس شو بسميها؟ المنقلة. المنقلة، تمام يا أبطال؟ إذا عرفنا إنه المنقلة تحتوي على تدريجان، وإنه كل تدريج بيبدأ من الصفر وينتهي بالمية وتمانين، تمام يا مس؟ وحكينا يا أبطال إنه المنقلة إلها تدريج خارجي وهو هذا التدريج، وتدريج داخلي وهو هذا التدريج. هذا خارجي وهذا داخلي، هذا خارجي وهذا داخلي. طيب يا مس شو بالنسبة للنقطة الموجودة هون؟ هاي النقطة يا مس اسمها المركز. المركز، هذه النقطة ما اسمها يا رابع؟ المركز، مركز المنقلة، مركز المنقلة، تمام يا أبطال الرائعين؟ الآن يا مس لو أنا بدي أجي وأستخدم المنقلة لحتى أرسم زاوية، شو لازم أعمل؟ أول شيء يا أبطال لازم أرسم قطعة مستقيمة، لازم أرسم قطعة مستقيمة وأعين عليها نقطة. أنا يا أبطال رسمت هذا الشعاع وعينت هون نقطة، وباجي يا أبطال وبمسك المنقلة. شوف شو رح أعمل، بحط مركز المنقلة على النقطة، شوفوا كيف، وبتأكد بأنه الخط هذا يلي هون في عندي زي هون كمان يكون منطبق على الخط اللي أنا رسمته، تمام يا أبطال؟ مثل هيك. الآن يا مس لو أنا بدي أرسم زاوية قياسها 40 درجة، شو بعمل يا رابع؟ شوفوا، باجي بشوف هذا السهم إلى أين يشير؟ يشير إلى هذا الصفر. ببلش أعد دائما من عند الصفر، من هون هي 10، هي 20، هي 30، هي 40، صح؟ باجي عند الأربعين بعمل هون خط صغير، نضبط الخط ما يكون بعيد، خط صغير، هيو يا أبطال. طيب يا مس شو رح نعمل هلأ؟ هلأ خلص بمسك هاد وبوصل بهذا الشكل، تمام؟ طبعا لما بدنا نوصل بدنا نستخدم المسطرة، بس أنا لحتى أوضح لكم نستخدم المسطرة لحتى نوصل يا أبطال ما بين هذه النقطة وما بين المستقيم. الآن يا مس هاي الزاوية اللي رسمناها كم قياسها؟ 40. كم قياسها؟ 40. شوف كيف بدنا نتأكد من قياس الزاوية، نرجع بنجيب المنقلة، نرجع بنثبتها على المركز وبنشوف وينه يا مس الخط؟ عند 40. وأنا اطلعوا يا مس انتبهوا، أنا عم
عم بتطلع على التدريج الداخلي مو التدريج الخارجي. ليش يا مس؟ لأنه أنا بلشت من عند الصفر. يعني يا مس لما أبلش من عند الصفر هاد بدي أعد على التدريج الداخلي. لو أنا بلشت عد من هون بعد على التدريج الخارجي. طيب يا مس متى أعد على الداخلي ومتى أعد على التدريج الخارجي؟ شوف يا مس، دائما لما ترسم قطعة مستقيمة اعملها هون سهم. السهم دائما لازم يأشر على الصفر، تمام؟ الصفر يلي بيكون موجود عندك ابدأ من عنده التدريج، تمام يا أبطال؟ الصفر الموجود عندك ابدأ من عنده التدريج، ابدأ من عنده العد، تمام يا مس؟ حكينا هي 10، هي 20، هي 30، هي 40. ليش بلشت من هون؟ لأنه السهم أجا على الصفر، وأنا دائما ببلش أعد من عند الصفر، تمام يا أبطال؟ هلا رح أعملكم زاوية بحيث إنه نعد على التدريج الخارجي. تعالوا يا أبطال بدي أرسم الآن زاوية. فأنا الآن رسمت قطعة مستقيمة، بدي أحط النقطة هون وأعمل الشعاع هون. هلأ تعالوا نرسم أنا وياكم زاوية مقدارها 60 درجة. أول شيء بدنا نثبت مركز المنقلة على النقطة الموجودة عندي على المستقيم. بدي أحكي السهم أشار إلى وين؟ إلى هذا الصفر ولا هذا الصفر؟ إلى هذا الصفر. إذن يلا يا مس نتبع التدريج الخارجي. فبحكي هاي فقط أثبت المنقلة، بحكي هاي 10، هاي 20، هاي 30، هاي 40، هاي 50، وهاي عفوا هاي 50 وهاي 60. بنيجي هون بنعمل خط صغير عند 60. وشو بنعمل بعدين يا أبطال؟ نجيب المسطرة وبنثبتها هون بحيث إنه نوصل ما بين هذه الإشارة والنقطة التي على المستقيم. الآن يا أبطال إحنا هيك رسمنا زاوية مقدارها 60 درجة، تمام يا أبطال؟ طبعا هاي النقطة بال60 درجة، تمام يا مس؟ الآن تعالوا نرسم زاوية مثلا مقدارها 90 درجة. بدي زاوية قائمة. شوف شو رح نعمل. بداية تعالوا نرسم قطعة مستقيمة، رح أضع هون النقطة اللي بدي أرتكز عليها وبمسك المنقلة يا مس، بنحط مركز المنقلة على هذه النقطة وبدي أعد. طب يا مس على أي تدريج بدي أمشي؟ شايفين السهم عند أي صفر إجا؟ عند هذا الصفر. إذن بدي أعد على التدريج الداخلي. 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. إذا وصلنا عند 90 فباجي يا مس بعمل خط. شو بعمل هلا؟ بنجيب المسطرة وبنوصل بين هذه الإشارة والنقطة. الآن يا مس هاي الزاوية كم قياسها؟ 90 درجة، تمام يا أبطال؟ زاوية قائمة. والآن يا أبطال تعالوا نرسم زاوية تكون منفرجة. تعالوا نرسم زاوية قياسها 120 مثلا. فباجي يا مس أرسمها هنا وبنعمل قطعة مستقيمة. أنا حابة يا أبطال إنه أجعل النقطة هنا. تشرحنا من نجي أمس بنحدد النقطة هون. بدي أعد على التدريج الداخلي. فطبعا يا مس أنا بدي قياس الزاوية يكون 110. فبدي أعد من هون 0، 10، 20، 30، 40. لا بضلني أتبع على العد لحتى أوصل للمية وعشرة، تمام يا مس؟ فباجي يا مس بعمل هون خط.
بعدين بجيب المسطرة بنوصل بين هذه الإشارة والنقطة. طب تعالوا نتأكد من قياسها. باجي بجيب المنقلة من جديد وبثبتها وبشوف الإشارة وين إجت. هيها عند 110، 110. إذا هاي الزاوية كم قياسها؟ 110، صح يا أبطال؟ طب تعالي يا مستر، عملينا زاوية منفرجة ولكن بدي تكون مش مفتوحة على اليمين، مفتوحة على اليسار. قولكم يلا يا أبطال، بنرسم هون قطعة مستقيمة، هاي الشعاع هون، وهون بدي أكتب النقطة. الآن يا أبطال تعالوا نستخدم المنقلة يا أبطال الرائعين. بما أنه السهم إجا عند هذا الصفر، إذا رح نتبع التدريج الخارجي. فيلا يا أبطال، كم بتحبوا أنه يكون قياس الزاوية؟ شو رأيكم يكون قياس الزاوية 130؟ يلا نمشي على التدريج الخارجي لحتى نوصل ل 130. هاي هال 130، بنعمل خط وبنيجي هلا بناخذ المسطره بنوصل بين النقطه وال 130. الآن هذه الزاوية كم قياسها؟ 130 درجة. تعالوا نتأكد يا أبطال، بنجيب المنقلة بنحطها هون، بنشوف وين راح التدريج، عند مين التدريج؟ خلينا نظبطها من هون، 130. هي هي مس. إذا يا أبطال الرائعين، تعلمنا اليوم يا حلوين كيف نرسم زاوية، وأيضا كيف نقيس هذه الزاوية يا أبطال الرائعين. وأكيد طبعا تعلمنا عن المنقلة، وعرفنا شو أسماء مكوناتها. وهيك يا أبطال بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم. يعطيكم ألف عافية، وبنشوفكم بحصة جديدة إن شاء الله. وإلى